حصل لك زي ما قال تكيف القطيفة وطب أول فجر هالولد وتأورت في رجلي وتأورت في أيدي ولد وابني راح توفى على رحمة الله. أنت تشوف كيف حالك صباح كنت شغال حريق لكن الحين لما قدر الله لا الحمد لله وكان ناكل وشرب من فضل الله من مخلفات الحوت والقضيفة لقيها الولد ودقها أمنيت الذي شيء أنا شيء سجلوا لنا حنا شيء قدموا لنا مساعدة جزاهم الله خير. أتمنى أن أركب طرف ثنائي أقدر أطرب الله على أسرتي وأرجعك زي ما كنت.